السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتحدث عن البكي الهبيل ابن مدينة بركان الأسير الذي ترأس أول حكومة مغربية بساق واحدة وسجل اسمه في التاريخ بحبر من ذهب. لحظة وفاة رئيس الحكومة البكي الهبيل دخل مصطفى العلوي وجد الملك الراحل الحسن الثاني وهو يبكي على مبارك البكي بحرقة واضعا وجهه بين كتفيه. مصطفى العلوي قال إن الحسن الثاني أمر بإقامة جنازة البكي ببركان حيث وجد الموكب الجنائزي فرقة تحية من القوات الاحتياطية لتوديعه بكل مدينة. البكاي بن مبارك بن المصطفى الهبيل أول رئيس حكومة أصله من قرية تفوغالت، ولد 1907 ببركان ووفاته 12 أبريل 1961 بالرباط، سياسي مغربي وأول رئيس حكومة في المغرب بعد الاستقلال، حيث عين من طرف العاهل أنذاك محمد الخامس 1955 في هذا المنصب حتى 15 أبريل 1958. ولد في المجال الذي تسيطر عليه اتحادية قبائل بني يزناسن بالجهة الشرقية بالمغرب الأقصى، جده الأعلى القائد بلونوار ووالده القائد مبارك لهبيل من تغاسروت ببني عتيق، ووالدته طامو تنحدر من فرقة أولاد بن العادل من قبيلة أولاد صغير عرب تريفة. لم تكن أمه تنجب أطفالا لفترة فلجأت إلى دار سيدي علي البكاي في أجدر بن منقوش، وعندما وضعت طفلها الأول والوحيد أسمته على اسم هذا الولي. لما توفي والده وهو صغير ترعرع مع والدته طامو وسط أخواله، فدخل مدرسة ابتدائية فرنسية وكان يعد من أبناء الأعيان. التحق بالمدرسة العسكرية بمكناس فتخرج منها برتبة ملازم. شارك في الحرب العالمية الثانية في صفوف الجيش الفرنسي فأصيب في ساقه وتعرض للأسر ونقل على إثرها إلى ألمانيا. تسببت الإصابة في بتر أحد رجليه، تم ترحيله إلى المغرب في إطار اتفاقية تبادل الأسرى. لما تعافى من جروحه واستحالت عودته للجيش، رجع إلى مسقط رأسه وعين قائداً على قبيلة بن درار وأولاد زعيم، تميز بتعففه عن أموال القبيلة في هذه القيادة. وإلى جانب إدارته لقيادة بن درار كان عضواً في القيادة العسكرية الإقليمية الوجدية، كما انتخبه قدماء المحاربين رئيساً عليهم للدفاع عن حقوقهم. تولى البكي الهبيل شؤون بشوية صفرو منذ سنة 1945 ميلادية إلى غاية سنة 1953 عقب نفي السلطان محمد الخامس إلى مدغشقر، حيث استغل رخصته في شهر يوليو 1953 فسافر إلى فرنسا ومكث هناك إلى أن وقعت أحداث 20 أغسطس، فأرسل 4 برقيات لمختلف المراجع باستقالته من بشوية صفرو. عاد البكي الهبيل إلى المغرب أواخر يوليو 1955 ميلادية، فحل ضيفاً على حزب الاستقلال، وبعد شهر تقريباً عين عضواً في مجلس حفظة العرش جنباً إلى الفاطمي بن سليمان والطهر أعسو، وهو مجلس أنشئ اتباعاً لتعليمات مفاوضات إكس ليبان. بعد عودة الملك من المنفى في نوفمبر 1955 تم تشكيل أول حكومة مغربية مستقلة، والتي عين البكي رئيسا لها بتعيين من الملك محمد الخامس يوم 7 ديسمبر 1955، وظلت صلاحيتها حتى 25 أكتوبر 1956. وتم تأسيس ثاني حكومة مغربية برئاسة البكي بن مبارك الهبيل وبتعيين من الملك محمد الخامس للمرة الثانية يوم 26 أكتوبر 1956، وظلت صلاحيتها ممتدة حتى 16 أبريل 1958. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزر ليصلكم كل جديد.